صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل. دونك احنا متواجدين توا في استاد جابوما، ملعب هذا باش يحتضن مقابلات المنتخب الجزائري. ملعب صراحة مميز، لكن رغم هذا مازالت الأشغال، ربما بعض الأشغال مازالت متواصلة، ربما من بعض التأخير نوعا ما، لكن اللمسات الأخيرة نتابعو. هذا ملعب جابوما، هذا كما قلنا الميدان باش يحتضن مقابلة المنتخب الجزائري. بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي باش يكون في مدينة لمبي اللي تبعد حوالي 80 كيلومتر على دولة. أرضية العشب صراحة مميزة، عشب طبيعي. الطقس ساخن جدا، تقريبا اكثر من 35 درجة حرارة. جون في فيفري وقت اللي يكون عنا احنا شتاء ومدينة سخانة برشا. التحق بنا توا هذا استاد جابوما في دولة، هذا باش يحتضن مقابلات منتخب الجزائر. الدور الأول بالطبيعة. فكرة بالطبيعة عن الملاعب في الكاميرون، هما 6 ملاعب باش يحتضنوا. كان تقريبا قريب وصل نهاية الأشغال، تقريبا كما تتابعوا حاضر الميدان احتضان المقابلات. اليوم المنتخب الوطني التونسي يدرب 5 نتاع العشية نفس توقيت الكاميرون وتونس، 5 نتاع العشية الحصة التدريبية الأولى للمنتخب في لمبي. كما قلت لمبي تبعد تقريبا 80 كيلومتر على دولة، المنتخب التونسي مقر الإقامة نتاعو في لمبي. احنا متواجدين في ملعب جابوما.
هذه لمحة على ملعب جابوما، تحية كبيرة لكم بس كل اللي قاعد يتابعوا فينا صفحات مع الفاش فيسبوك ديون سبورت، أكيد برشا فيديوهات وبرشا متابعات لكأس أمم أفريقيا تابعونا ديما على ديون سبورت على ديون اف ام. يعطيكم الصحة وشكرا لكم مسكون.